لو الحكاية فيها إن فيبو فتح يوم السبت الساعة 6 مساء. تمام. عملت تطوير وصلت لإيه وشغالين في إيه دلوقتي؟ هو كان في مشكلة في الحافة الصخرية اللي فوق هنا، إن في بعض الصخور تفتت وانهيار وكده، فاللجنة العلمية قررت إن الصخور ديت لازم يجب إزالتها، بحيث إن لما تيجي الأمطار أو أي هزة أو أي حاجة ما يحصلش إنها تنهار وتنزل على الطريق، هتعمل كارثة في الطريق هنا طبعا بالنسبة للعربيات وبالنسبة للبشر يعني الناس وكده. فبالفعل تم غلق الطريق صباح يوم الخميس، وتم العمل فوق بالمعدات. العمل كان بيبتدي من 6 صباحا، الانتهاء يبتدي بعد 6 مساء، هو نهاية البيت النهائي. تم تنزيل حوالي 800 متر اجزاء من الجبل. دكتور مصطفى القاضي، عضو اللجنة العلمية محافظة القاهرة، خبير بيئة مساحة جورجيا. احنا الجبل هنا كان فيه حجارة بتوع من الجزء العلوي منه هنا، السنة الشتاء اللي فات في شهر مارس لما حصلت امطار كثيفة وامطار ثلجية، الحتة اللي احنا فيها دي الطريق اتقطع ووقعت فيه كتل صخرية كبيرة وصغيرة ورملة وكل اللي على المنحدر الصخري ده يتقطع. فقبل الشتاء قلنا لا، لازم بقى، احنا درسنا المنطقة ولقينا ان كان فيه كتل صخرية ممكن فعلا تقع مع اي مطر تيجي او اي هزة ارضية، فابتدينا نجيب استاذنا محافظة القاهرة وكل الجهات الامنية، واتقفل الطريق 3 ايام علشان ننزل الكتل الصخرية. لو صورت فوق هتلاقي فيه كتل صخرية كتيرة، كان المنظر غير كده خالص. الاسبوع اللي فات كان فيه كتل صخرية كتيرة، في عمود عليها شروخ كسر كده موجود عمود عليها، والموازي ليها من جوه لما تطلعي فوق شروخ تانية، فالكتل دي كلها متقطعة بلوكات صخرية جاهزة انها تقع، وخصوصا ان تحتيها كان فاضي، لان تحتيها في طبقة طينية، طبقة طفلة. الطفلة دي من تسرب المية المنتشر في المقطم معظمها وقع تحت، فبقى في بروز كده موجود فوق الجبل مكسور، مكسور كده ومكسور كده، فالبلوكات دي جاهزة انها تقع. والحمد لله ربنا قدرنا ان احنا في الوقت المناسب نزلناها، والوقت دلوقتي بنعمل كمان حائط هنا اهو صدر، بحيث اي مطرة تنزل او اي كتل صخرية كبيرة وصغيرة تنزل هتقف ورا الحائط ده.